السلام عليكم الاحباء. ونجح الفيديو الاول اللي درت مع الوالده، قررت نزيد واحد الفيديو ثاني، واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف. انا وليت الحمد لله، ولكن كنت غنبارطاجي هذه المعلومه باسكو هذا الوقت نحت كلشي مريض، كاين اللي موسوس، كاين اللي مريض نيت، كاين كلشي تخربه. ليسونسييل وصفه زوينه، نخلي امي تمشي ان شاء الله تقدمها لكم، قولي لنا امي تمشي الوصفه شنو فيها. سلمي على الناس بعدا. الله يحفظهم، الله يساترهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. وهذه راه وصفه بسيطه، غير بيضه بلديه. شحال فيها مكون؟ بيضه وحده وقرفه سكينجبير والقرفه وقهوه كحله. وي شنو غنديروا اول حاجه؟ غنهزوا هذه البيضه البلديه بحال هاك. وي ها هي، غير صفر ديال البيضه. ها صفر ديال البيضه. وي ها هو. شحال غنزيدوا عليه من نزيدوا عليه معلقه من هذا سكينجبير. نصف ملعقه ولا ملعقه؟ نصف ملعقه. ها هي، المهم على حسب اللي قد، اللي قد على معلقه دايره ولا قد على السيد. ها هي، من الافضل نصف ملعقه ولا راس ملعقه، باسكو سكينجبير سخون شويه، يعني من الافضل تكون كميه قليله. كمية المهم سي. والقهوه كحله ها هي طايبه كما القاعده. قهوه عاديه طبيعيه، عاديه ما فيها حتى شي حاجه، وزوينه وكتداوي الصدر مزيان، ما كتبقاش نهجه، ما المهم تشربوها حتى تجيو تنعسوا. ان شاء الله باذن الله غادي يكون يجيب الله الشفاء العاجل لكل واحد. شكرا المهم سي، كلشي اسهل ما يكون. هاني مصاوبها لوليدي وكيكون غير الخير معاها، حتى شي حاجه ما واعره، كلشي سهل. هاي وبالصحه والعافيه وليداتي، نتمنى لكم الشفاء العاجل، ونتمنى ان شاء الله ينفعكم. شكرا شكرا. بون غادي نصربها انا بعدا خدامكم، حيت الوصفه رائعه بسيطه. بغيت كلشي يبارطاجي الخوت، حيت وصفه اقل من 2 درهم ولا 3 درهم تقريبا، فيها بزاف المنافع، وما كاينش شي واحد غينكر المنافع ديال البيض البلدي ولا ديال السكينجبير ولا ديال القرفه. وراه رحمه الكحبه والصدر، رحمه وليدي الله شاهد عليا، لا رحمه الكحبه والصدر. يلا بصحتكم وراحتكم، الله يشافيكم ويشافي كل واحد، ويرضي على وليدي ويحفظه ويساتر امين. كلشي يبارطاجي، تحيه لكم الاحباء وشكرا لكم.